حسين يدور بالكرة، فايد بن حسين يعطي الكرة للاعب، وهذه راسية جول وجدي المجري للشبيبة القيروانية، كان بعيد عن الرقابة في العملية الأخيرة. وجدي المجري التوزيعة كانت من الجهة اليمنى، وجدي المجري بارتماء رأسية أمامكم في الإعادة، إغالة الحارس نصر الدين أقويعة. الكرة للنادي القربي سريعة، علي المعموري، هذه التوزيعة جول للنادي القربي، هدف التعادل للنادي القربي. علي صالح يذلل او علي صالح يعدل النتيجة، رأسية ممتازة من علي صالح، كان علي صالح برأسية كانت مباغتة، تحصل على ورقة صفر منكم الإعادة. علي المعموري يطلع، علي صالح الكرة اصطدمت بالأرضية، أرضية الميدان، وغالطت، كانت كرة روبوندي، وغالطت الحارس محمد أمين الحسكي.